اليوم راح نتكلم عن فصل آخر من فسلسلة العين والرؤية، وهذا الفصل يتعلق أكثر شيء بالجوانب الفيزيائية لعمل العين أكثر مما يتعلق بالجوانب الفسلجية والبيولوجية. صراحة هذا الفصل في المجموعة السمستر الأول كان انطاهم دكتور اسماعيل خلف باعتباره فيزياء، لكن هسه احنا مشينا بيه وراح نعطيكم اياه بشكل فهم الفيزيائي لهذا الفصل. The title of the chapter today, eye refraction and refraction test. الانكسارات اللي يحصل في العين من الضوء الساخط على العين، وكذلك اختبارات هذه الانكسارات بهدف تقييم الوضع الرؤية بواسطة العين ومدى تطابق للمواصفات الاعتيادية أو هناك خلل. Refraction in the eye، تعريفه يعني الانكسارات في العين شنو معناه؟ is change in the direction of the wave light or sound، هذا بشكل عام، when traveling from one media to another media. الانكسار بشكل عام هو تغيير اتجاه الموجات إذا كانت صوتية وإذا كانت ضوئية عندما ينتقل travel من وسط إلى وسط آخر، يعني عندما يكون في الهواء ويصطدم بجسم صلب أو زجاج أو أي شيء متغير عن الوسط اللي يجري به، فراح يصير به انكسارات. هذا هو الانكسار. Refraction in the eye، بخصوص الريفراكشن في العين، is phenomenon. phenomenon معناها ظاهرة. which makes image formation possible by the eye. والذي يجعل تكوين الصورة ممكنة بواسطة العين، يعني لولا الانكسارات للموجات الضوئية الصادرة من الأجسام المرئية داخل العين لما حصلت عملية الرؤية. أي أن الريفراكشن، الانكسارات لمسارات الموجات الضوئية تسبب أو تولد الصورة، لأن يعني عندنا العين بعدة تراكيب، واحدة تلو الأخرى، والضوء الساقط هي على شكل موجة يعني ما تجتاز كلها وتوصل إلى الخلايا الحسية الضوئية اللي هي شبكية بشكل أفقي. إذا يصطدم بالجزء الأول من العين ويحصل انكسار، يدخل بالجزء الثاني ويحصل انكسار، والثالث يحصل انكسار إلى أن يوصل إلى شبكية يكون تعرض إلى أكثر من انكسار. وهذه الانكسارات تجعل من الموجات الضوئية أن تسقط في الموقع الصحيح بهدف تحقيق الرؤية اللي هو الشبكية. Refraction in the cornea and lens، الانكسار في أول طبقتين من العين اللي هي القرنية والعدسة. Most of the refraction in the eye take place at the first surface. معظم الانكسارات الضوئية تحدث في الطبقة الأولى، طبقة surface الخارجية اللي هي القرنية. Since the transition of light from the air into the cornea is subject to the largest change in the index of the refraction. لكون هذه الموجات ينتقل من الهواء إلى وسط آخر اللي هو الكورنيا، السبجيك يتعرض إلى تغييرات مهمة في إندكس ريفراكشن، معامل أو معامل الانكسار. المعامل الانكسار الهواء يختلف عن الـ أو الـ عفوا الكورنيا القرنية يختلف عن الهواء، فيحصل انكسار هنا في هذه المنطقة. About 80% of the refraction occur in the cornea and about 20% of the refraction in the inner crystalline lens. أي أن
الجزئين المساهمين في الانكسار بشكل واسع هي القرنية والعدسة، معنيين بالمية من عملية الانكسار يحصل فيه القرنية، و20% المتبقي يحصل فيه العدسة. أي أن الضوء الساقط على العين يحصل فيه انكسار 100%، أي يتغير اتجاهه. While in the inner lens, is the smaller portion of the refraction. تلاحظ بأن الانكسار في العدسة هو أقل مما هو في القرنية. It is the total source of the ability to accommodate. ولكن العدسة والمصدر الأساس الذي يجعل القدرة للعين في تنظيم أو التركيز على الرؤية. Is the total source، يعني المصدر الإجمالي أو الأساس of the ability، للقدرة المقصود بقدرة العين to accommodate يعني تكييف أو تنسيق the focus of the eye for viewing of the close object، لتنسيق وتركيز الرؤية للأجسام القريبة، وهنا مقصود الأجسام المرئية اللي يقع تحت رؤية الإنسان. For the normal eye، يعني للعين الاعتيادية ما بأي إصابة خلل، the inner lens can change the total length of the eye by 7 to 8%. في الشخص الاعتيادي للعدسة القابلية على تغيير البعد البؤري، أو نسميه الطول البؤري أيضا، بمعدل 7 إلى 8%. هذه قدرة العدسة لتغيير البعد البؤري، أي أنه إذا كان الموجة الضوئية تسقط على مسافة مثلا 10 سنتيم نعتبرها، ممكن يغيرها 7 إلى 8%، أي أنه ممكن أن يجعلها 3 أو 2، وممكن أن يضيف له 17 أو 18 يصير. هذا هو قدرة التغيير، يعني ممكن يقرب الموجات ويسقط وممكن يبعدها، وهذه النسبة في التقريب أو الإبعاد هو 7 إلى 8%. Refraction test، اختبار الانكسار، is usually a part of routine eye examination، يعني جزء من فحوصات العين التقليدية روتين، also called vision test، كذلك ممكن تسميتها بفحص البصر vision test. This test show requirement of the eye to glass or contact lens or not. من خلال هذا الفحص ممكن أن نشخص هل هذا الشخص أو هذا العين بحاجة إلى عدسات إذا كانت نظارات وإذا كانت لاصقة أم لا. Normally value of 20 over 20 is considered to be optimum. القياس القياسي أو الرقم القياسي أو القدرة القياسية للعيون الاعتيادية 20 على 20، بس نجعل معنى شنو معنى هذا؟ هذا هو الاوبتيمم والقياسي. Or perfect vision، أو يسمى بالرؤية الصحيحة. ما يحتاج إلى أي مداخلة لتغيير البعد البؤري. Individuals who have 20 over 20 vision are able to read letters. الأشخاص اللي عندهم النظر بهذا النسبة 20 إلى 20 لهم القدرة على read letters، أحرف that are 3/8 of an inch، أي أنه عبارة عن 1 سنتيمتر، يعني سمك الحرف 1 سنتيمتر at 20 feet distance اللي هو بحدود 6 أمتار، يعني ممكن يقرأ الحروف اللي بحجم 1 سنتيمتر أو بمعنى آخر بحجم 3 إلى 8 من الإنش على بعد 20 فيت أو 6 أمتار، يقرأها بشكل صحيح، يقول هذا لي الفوق هذا لي كذا، الأحرف يقرأها. تعريف الدايوبتر is unit، هي وحدة، طبعا وحدة قياس unit of refractive power، وحدة قياس قوة الانكسار، which is equal، مساوي
to reciprocal of the focal length in matter. وهذا يكون مساوي يعادل البعد البؤري، يعادل البعد البؤري of the focal length in matter بالأمتار of a given lens لأي عدسة. عندما يكون العدسة يحمل علامة plus أي plus sign in front of the number mean يو، يعني عندما ينطون، يعني واحد يقول له زايد بنتيجة الفحص ينطوه علامة زايد عاد يجي الرقم وراء that you are far sightant، يعني عندك بعد بوري، and minus mean near sightant عندك قصر نظر. A refractive error عندنا الآخر الخطأ الانكسار، خطأ في الانكسار mean that the light is not bending properly when it passed through the lens in the eye. الخطأ الانكسار هو معناه الضوء الساقط على العدسة لا تنحني أو لا تنكسر بشكل صحيح أثناء المرور في عدسة العين، فهذا يسمى الشخص عنده خطأ انكساري. Refractions determine the presence of ametropia, an error in the focusing. يعني بطريقة refraction يحدد determine when it passes أثناء الاجتياز through the presence of ametropia، يعني يحدد الميتروبيا أي عدد الأمتار الغير الصحيحة. يعني قلنا هو يشوف الحرف على بعد 6 أمتار، إيش قد يصير تغيير بهذه الأمتار؟ يعني احتمال ممكن يشوف على 4 أمتار مو 6، ممكن يشوف على 8 مو على 6، فهذا راح يعطينا تحديد للأمتروبيا أي المترية، يعني هو متر متر. An error in the focusing of the light rays، هذا يعطينا الخطأ في القدرة الانكسارية للعين بالأمتار. Rays as they pass through the cornea and retina of the eye، وهذا يعطينا الخطأ الانكساري لسير الموجات الضوئية أثناء عبورها في الأجزاء اللي تلحق أو تسبق، عفوا تسبق الشبكية، ولا بد من إصلاحها. Clinical significance of refractory test، الأهمية السريرية أو لماذا نفحص أو شنو أهمية refractory test. The result of the refractory test are used to diagnose the following conditions. نتائج الفحص الانكسار العين أو فحص البصر ينطينا تشخيص هذه الحالات الموجودة في العين، سواء كانت حالات عادية أو حالات مرضية. من هذه الحالات استيغماتيزم اللي هو refractive problem، هي مشكلة أو صعوبة انكسارية للعين with the eye related to the shape of the lens، وهذه المشكلة تتسبب من شكل العدسة، من شكل العدسة. Which cause blurry vision، والذي يؤدي إلى رؤية ضبابية. Blurry vision. This defect، هذا الخلل. Defect يعني خلل. إنه is which the light ray don't all come to single focal point on the retina. الموجات الضوئية ما كلها تسقط في نقطة واحدة في البعد البؤري الواحد أو في مركز بؤري واحد، بل تكون مشتتة. Instead بدلها some focus on the retina، قسم منها يجي على الرتينيا أو البعد المركز البؤري صحيح، and some focus in front or behind it، وبعض الموجات الضوئية الأخرى تسقط قسم منها أمام وقسم خلف شبكية. This is usually caused by non-uniform curvature of the cornea. وهذا أيضا قد تتولد من
عدم انتظام في تحدب القرنية. نان يونيفورم، يونيفورم يعني انتظام، كيرف تحدب أي عدم انتظام تحدب القرنية. استكمازين كان بيوجلي كوريكت، وهذا ممكن إصلاحه يوزنج سبيشال سفيريكال سلندر سلندريكال لينس، ممكن استخدام عدسات دائرية اسطوانية لإصلاح هذه الحالة أو هذا الخلل في الرؤية. That is placed in the out of the focus axis، والذي يوضع في خارج مسار محور الانكسار لكي يصلح هذا المحور، تسقط جميع الموجات الضوئية على الشبكية. الحالة الثانية اللي ممكن تشخيصها بواسطة refraction test hyperopia، البعد بعد نظر. This is defect of the vision in which there is difficulty with near vision، هناك صعوبة في رؤية الأجسام القريبة. But far object can be seen easily، ولكن رؤية الأجسام البعيدة تكون سهلة وسليمة. The image is focused behind the retina، الصورة بهذه الحالة تتكون خلف الريتينيا، خلف الشبكية. Than upon it، بدل أن يكون فوقها أو عليها. This occurs when the eyeball is not short or refractive power of the lens is too weak. هذه الحالة تحصل عندما تكون تحدب يعني كرة العين، مقلة العين، أي السمك كلش قليلة، معناه هناك زيادة في تكور العين، فيصير عفوا تسطح العين، فيصير سمك الطبقات هذه قليلة، أي أنه مسافة البؤرية راح تقل. Or the refractive power أو القوة الانكسارية of the lens is too weak، وهذا يؤدي إلى ضعف كبير في القوة الانكسارية لللينس العدسة. Hyperopia can be corrected، وممكن تصليح الهايبروبيا by wearing بلبس الكلاسس or contact that contain convex lens، هذا يستخدم convex lens يصلح البعد البؤري. Myopia الحالة الثالثة ممكن تشخيص المايوبيا، هذا عكس الهايبروبيا اللي هو قصر نظر. This is defect، هذا خلل of the vision in which far object appeared blurred، الأجسام البعيدة تظهر ضبابية. But near object are seen clearly، بينما الأجسام القريبة تكون واضحة الرؤية. The image is focused in front of the retina، الضوء بعد الانكسار من القرنية والعدسة يسقط أمام الشبكية وليس على الشبكية. Because the eyeball too long، الكرة العين مقلة العين تكون طويلة، or refractive power of the eye lens are too strong، وأن القدرة الانكسارية للعدسة تكون كلش قوية بحيث يسقطها خلف العدسة مباشرة وما تخليه توصل إلى الريتينيا. Myopia can be corrected، بعكس الهايبروبيا انه يستخدم العدسات كونكيف اي محدبه وتتصلح. الحاله الاخرى من حالات الممكن تشخيصها، هذا رقم 4 جايه 3 راح اصلحها، هي بريس بويبيا A condition related to aging، هذه حالة خلل أو اضطراب في الرؤية متعلقة أو مرتبطة مع الشيخوخة، related to aging أو بتأتي بسبب الشيخوخة. That cause lens of the eye to have trouble focusing، وينجم عن الشيخوخة trouble في تركيز وتنظيم البعد البؤري. The result of the test اللي هو refraction test، قلنا يشخص عندنا 4 حالات مرضية، ينطينا هذا الشخص باستيغماتيزم، ببعد بصر، بقصر النظر، أو بحالة من حالات الاضطراب المتعلق بالشيخوخة،
وإضافة إلى هذه الحالات المرضية التشخيصية، ولكن أيضا فحص الانكسار يساعد في تشخيص حالات أخرى، يعني ما يشخصها 100%، ولكن help diagnosis of the following اللي هو macular degeneration اللي هو تحطم الماكولا، a condition related to aging أيضا هذه تكون مرتبطة مع الشيخوخة that affect sharp central vision والذي يؤثر على قوة الإبصار الحادة يتأثر، والثاني الحالة الثانية اللي ممكن يفيد في تشخيصها retinal vessel occlusion، وهذه حالة cause the small blood vessels near the retina to be blocked، يصير انغلاقات أو انسدادات في بعض الأوعية الدموية اللي قريبة من الشبكية، وهذه الانسدادات تؤدي إلى رؤية ضبابية. والحالة الثالثة retinitis pigmentosa، وهذه rare genetic condition، فإنه حالة نادرة ما تحصل، rare يعني نادرة قليلة الحدوث، ذات damage the retina تؤدي إلى إتلاف الريتينيا. والحالة الرابعة retinal detachment اللي هو يسمى فصل أو انفصال الشبكية، when the retina detached ينفصل from the rest of the eye. Correction of common vision defect، إصلاح الاضطرابات البصرية الشائعة. عندنا احنا احتفلنا، ولكن أيضا خليت سلايد تحت عنوان واحد وفق المنهج اللي عندكم. Myopia can be corrected by wearing glasses, contacts with concave lens. This helps to focus the image on the retina، وهذا يساعد على جعل التركيز أو البعد البؤري تسقط على الشبكية. وhyperopia, this is defect of the vision in which difficulty with near vision, but the object can be seen easily، ولكن الأجسام البعيدة ترى بشكل جيد. The image is focused behind the retina rather than، وهذه طبعا تصليح تكون بواسطة convex lenses. Eye related problems، بعض الاختلالات المتعلقة بالعين، بعض الحالات المرضية المتعلقة بالعين. عندنا الكاتارات اعتمام عدسة العين، وعندنا الجلوكوما الماء الأزرق مسموه الاسترقاق. الكاتارات is clouding of the lens، هو ضبابية العدسة سميه كاتارات، which prevent clear sharp image being produced، وهذا يحجب حدوث صورة حادة لجسم المرئي. الكاتارات form because the lens is sealed، والكاتارات يحصل بكون العدسة sealed، sealed يعني تتغلف، يعني يصير به غلاف ثاني إضافة إلى محيط العدسة نفسه. sealed in capsule يعني يصير مثل دايم داخل كبسول with time مع مرور الوقت. this causes clouding over the lens، ومع مرور الوقت يؤدي إلى الرؤية الضبابية للعين. This cloudy result in blurred image، وهذا يؤدي إلى حدوث صورة غير شفافة أو معتمة. الجلوكوما الماء الأزرق is disease caused by increased intraocular pressure، هذا يحصل نتيجة ارتفاع في ضغط العين أو ضغط السوائل في العين، نسميه intraocular pressure IOP، usually resulting from malfunction. malfunction معناه اضطراب وظيفي، عدم أداء وظيفي بشكل صحيح، أو اضطراب وظيفي in the eye drainage system، ينجم عن اللي عندنا تكلمنا عن اللاكريمال سيستم، لكون الدموع وثم يجري الدموع ويؤدي إلى في الأخير تصريف الدموع. فأي اضطراب في عملية تصريف الدموع يؤدي إلى الجلوكوما. Increased IOP اللي هي intraocular pressure can cause irreversible damage. irreversible يعني
يعني غير قابل للتصليح، ما يكون ريفيرس عكس، يعني ممكن الرجوع irreversible يعني غير قابل للرجوع، دامج تحطم غير قابل للتصليح to the optic nerve العصب البصري and retinia fiber والالياف الريتينيا اللي هي. اذا قلنا لكم شنو الريتينيا الفايبر، هي عباره عن محاور للخلايا البصريه او تسمى المستقبلات البصريه اللي كونس والرودز، فالاكثر مالت محاوره ممكن نسميها بروتينيا الفايبر. And if left without treatment untreated can result in permanent loss vision. وإذا لم يتم معالجة الجلوكوما يؤدي إلى فقدان البصر الدائم. هذه بالأخير صورة مجرد العدسات، وضع العدسة يعني بيان البعد البؤري للفار سايت نت وللنير سايت نت والاستيغماتيزم، فقط يبين الخطوط الحمراء البعد البؤري الغير صحيح وكيف يتصلح بحيث يسقط على الشبكية ليس أمام أو خلف الشبكية. هذا ما يتعلق بهذا الفصل.